يعني العامل عليه أيضاً مسؤولية، أنت مأجور من وقتك 8 ساعات، هال8 ساعات كنت تشغل نفسك بيها بالعمل، نبه؟ حتى إذا صار عندك أي مشغولية بشيء كنت تأخذ بها إذن من صاحب العمل، لأن وقتك مأجور. أما تجي تضيع هذا الوقت مثلاً، أنت معتاد تروح للحمام مرة واحدة مثلاً، لا تجي تسويها 4 مرات، كل ساعة تقضي لك فد ربع ساعة أو نصف ساعة، ضيعت من وقت العمل. بعدين تتباطأ، أكو نوع من العمل عمل طبيعي، وأكو نوع لا يدل على التباطؤ على قصد قتل الوقت. إذن كلهن شنو؟ يتركن الإسلام للضمير، لأن الإسلام يعتمد على التربية الداخلية أكثر مما يعتمد على التربية الخارجية. التربية الخارجية ما يمكن السيطر، السيطر التربية الداخلية. التربية الخارجية أرجوك، يعني أنا أحط لي على رأس كل واحد شرطي يراقبه؟ طبعا لا. إذن ياهو اللي يراقبه ضميره، تربية الداخل. ولا تبخشوا الناس أشياءهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا اللون من التربية يترك حساسية بالضمير، يخلي الإنسان يتصرف تصرف موزون تماما. إذا في مثل هالحالة يقول لا ظلم اليوم، أنت مثل ما تريد جزاء عملك ما حد يعتدي عليه، أجرك ما حد يعتدي عليه، يرسم لك الإسلام شلون تعمل، وعملك هذا إذا كان صحيح راح يخدم المجتمع،